عثمان كميلان يمران على حبس الصحفي إبراهيم الدراوي دون جريمة ارتكبها سوى أنه صحفي مارس دوره المهني والسياسي مدافعا عن الحق والحقيقة مشاركا في ثورة 25 يناير التي فتحت باب الحرية واسعا أمام الصحافة المصرية بل الوطن كله. عانى خلالهما والدي أشد المعاناة في زنزانته صيفا وشتاء وتعرض لمخاطر صحية مثلت خطرا على حياته. وبينما يعاني والدي وويلات الحبس يعاني نحن أسرته ويلات فراقه وابتعاده عنا خاصة بعد ما منعنا من زيارته لأكثر من شهرين بعد الحكم عليه بالمؤبد. كل جريمة والدي كان أنه في صحفي تخصص فيها الملف الفلسطيني وكان مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة وبالتالي كان اهتمامه الرئيسي بهذه القضية فزار أرض فلسطين واتقى قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة وعلى رأسها فتح وحماس. إننا نتألم في كل مرة نزوره فيها حيث نعرف مدى المضايقات التي تمارس عليه من قبل إدارة السجن ملحق المزرعة وحتى عندما نحضر له الطعام ترفض إدارة السجن إدخاله. ومع ألم الفراق والشدادي للأسف نجد الإهمال وغض الطرف من جانب المؤسسة التي لطالما دافعت ونادت بالحرية عن كل مظلوم من أبناء الشعب وكانت صوت المواطن. نقابة الصحفيين أين أنت من الظلم الذي يقع على ابن المؤسسة؟ وإننا ندعو كل أصدقاء وزملاء إبراهيم للوقوف إلى جانبنا في وقفاتنا تضامنا مع إبراهيم كما نطالب من خلال وقفتنا اليوم الإفراج الفوري عنه كما نعلن أننا سنبدأ اعتصاما فيها النقابة حتى تنفيذ ذلك. وفي الختام لا كلام إلا عن التزام أسرة البطل الصامد إبراهيم الدراوي بالوقوف مع الحق والصبر على البلاء عملا بوصيته مؤكدين أننا لن نتنازل ولن نكبر الضيق. عاشت مصر حرة وأبية دون فساد وقهر وسجن للحرية. أسرة الصحفي إبراهيم الدراوي.